مقام الإمام يحيى المتوج بالأنوار، الأخ الأكبر للسيدة نفيسة. هو بنتكلم باختصار المقام بتاع حضرته ظهر فيه أكبر إعجاز في تاريخ الأرض والبشرية كلها. طبعا مش أنا اللي هتكلم وأقول، هو المكان بيتكلم عن نفسه للعالم كله. إيه اللي حصل في المكان؟ بدأنا جبنا المكان يتبني عادي، اتبنى الرخام. الرخام كان راكب أبيض زي أي رخام في العالم كله، إيطالي أو تركي. بعد كده الوالد بدأ يجيله إذن من حضراتهم إن في إعجاز هيحصل في المكان لفت نظر العالم بس. بعد كده بدأت تتبلغ الوالد بإن جميع حضرات الأنبياء كلهم والمرسلين ظاهرين في المكان هنا. ليه؟ لأن في حدث هيحصل من العالم كله، ودي إشارته من ربنا كده من المكان إن شاء الله. وطبعا الكلام صعب، يعني الموضوع كان موضوع صعب على العالم كله نتكلم فيه. يعني إيه رخام يظهر فيه أنبياء ورسل؟ ما هو شيء غريب. وش حضرتك كله اللي احنا بنعمل عليه دايرة كاملة ده بالأحمر، العين الفم الطرحة السمراء، كتف حضرتك كله، جنب حضرتك سيدنا زكريا زي ما احنا شايفينه كده، يعني ده وجه ستنا مريم عليها السلام، والطرحة فوق راس حضرتها بالكتف الشمال بالكم العباية كله، في فاصل أسمر يفصل وجه حضرتها عن وجه حضرة سيدنا زكريا عليه السلام. طبعا لابس اللبس العربي القديم، العقال، الشال، عين حضرته بالحاجب بالفم بتاع حضرتك. تختلف عن كل المقامات، لا في حد بيجمع فيه تبرعات ولا حد بيتبع اتجاه معين للسنة ولا الشيعة ولا أي حاجة، إنما هو مكان نوراني المتصلين بآل البيت ومحبين آل البيت والأولياء بيستشعروا فيه السكينة والأنوار، وأهل الله وأهل القلوب بيستشعروا الصدق من الكذب. فالكلام ده لو كان شعوذة أو سحر ينطلي على السذج، لكن بيرتد هذا المكان مثقفين وفنانين وأدباء وأساتذة جامعات. طبعا اللي عنده قلب سليم بيستطيع انه يدرك الكذب من الصدق، لكن هذا المقام وانتشاره وزيوعه ومحبه الناس وارتياد قلوبهم والافئده اللي بتهوي الى هنا بيؤكد ان في حدث عظيم وفي انوار وفي سكينه من ربنا وانوار آل البيت موجوده في هذا المكان. شفت صوت السيده نفيسه على الحيطة، شفت سيدنا يونس والحوت، شفت صورة الكعبة، شفت ستنا آسيا. هتقولي مين قالك إن هي؟ الناس اللي في المكان قالوا لي إن هي دي كده. طب إيه اللي طلع الصورة دي على الحيطة؟ أنا ما عرفش، مش اقتناع تام، بس هي روحة نفسية مش أكتر، طمأنينة. الواحد لما بيكون يعني ضيق بيجي زي الجامعة، ممكن اروح الجامعة ما فيش مانع، بروح الجامعة وكل حاجة، بس هنا برضو يوم جمعة في ناس دكاترة أساتذة كل الفئات بتاعت الشعب بتيجي هنا وبتعامل معاهم. حضرة سيدنا سليمان عليه السلام وش حضرته كله ده باصص في اتجاه المقام كده في اتجاه القبلة، دي عين حضرة سيدنا سليمان والحاجب الشنب، وجه حضرته كله لابس تاج الملك فوق راس حضرته زي ما احنا شايفين، ادي الكتف الشمال باليد كلها ومعصم اليد ماسك المنسقه.